بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب سنة أولى ثانوي تمريض، أهلا وسهلا بكم. النهاردة إن شاء الله هنشرح أول باب في مادة طب صحة المجتمع، مفاهيم الصحة والمرض. هنشوف إيه تعريف الصحة وتعريف الصحة العامة وتعريف المرض، وهنشوف مستويات المرض، وهنشوف كل ما يشمل هذا الباب بشكل مبسط إن شاء الله. مع أطيب الأمنيات بالتوفيق والنجاح إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ مع بعض شرح الباب الأول، وهو مفاهيم الصحة والمرض. مفاهيم الصحة والمرض، يعني ايه صحة ويعني ايه مرض ويعني ايه صحة عامة. اول حاجة هنشوفها تعريف الصحة العامة، هي علم وفن منع حدوث المرض والوقاية منه وإطالة العمر والارتقاء بالصحة، وذلك بمجهودات المجتمع. ده تعريف الصحة العامة، هو علم وفن منع حدوث المرض والوقاية منه وإطالة العمر والارتقاء بالصحة، وذلك بمجهودات المجتمع. ده أول تعريف مهم جدا، بيجي كتير في الامتحانات، يقول لك عرف الصحة، وسؤال تاني عرف الصحة العامة. تعريف الصحة العامة قدامنا أهو، علم وفن منع حدوث المرض والوقاية منه وإطالة العمر والارتقاء بالصحة، وذلك بمجهودات المجتمع. التعريف الثاني هو تعريف الصحة. احنا عرفنا الصحة العامة، طيب تعريف الصحة ايه؟ هي حالة السلامة والكفاية البدنية والعقلية والنفسية والاجتماعية الكاملة، وليس مجرد الخلو من المرض والعجز. يبقى الصحة مش بس مجرد ان انا سليم وما عنديش اعاقة ولا عجز، لا، ده هي حالة السلامة والكفاية البدنية والعقلية والنفسية والاجتماعية الكاملة، وليس فقط مجرد الخلو من المرض او العجز. عرفنا كده تعريف الصحة، حالة السلامة والكفاية البدنية والعقلية والنفسية والاجتماعية الكاملة، وليس مجرد الخلو من المرض أو العجز. طيب تعريف المرض، إيه المرض؟ المرض هو الظواهر والأعراض التي تنجم عن قصور عضو أو أكثر عن القيام بوظيفته خير القيام. العين لو ما شافتش كويس يبقى ده اسمها المرض، العين دي مريضة. الرئتين لو ما قامتش بالوظيفة بتاعتهم كويسة يبقى ده اسمه مرض. يبقى تعريف المرض هو الظواهر والأعراض الناتجة عن قصور عضو أو أكثر عن القيام بوظيفته خير القيام. عرفنا تعريف الصحة العامة وتعريف الصحة وتعريف المرض. أنواع المرض إيه؟ المرض إما مرض معدي وإما مرض غير معدي. المرض معدي زي الانفلونزا مثلا، مرض غير معدي زي الضغط. الواحد اللي عنده ارتفاع في الضغط او ارتفاع السكر ده مش معدي، لو انت قعدت جنب مريض ضغط مش هتعدي، لكن لو قعدت جنب مريض كورونا او مريض انفلونزا هتتعدي. يبقى انواع المرض، مرض معدي ومرض غير معدي، ده انواع المرض. كده عرفنا تعريف الصحة العامة وتعريف الصحة وتعريف المرض وانواع المرض، اما مرض معدي واما مرض غير معدي. علامات الصحة، ازاي نقول الانسان ده صحيح او الجسم ده صحيح؟ ايه العلامات اللي بتظهر؟ اول حاجة وجود طاقة كافية للقيام بالنشاط اليومي. اول حاجة ان الجسم ده عنده طاقة او الانسان ده عنده طاقة كافية للقيام بالنشاط اليومي. تاني حاجة قابلية الجسم ده على مقاومة الامراض، يبقى دي علامة من علامات الصحة، قابلية الجسم على مقاومة الأمراض المعدية ونزلات البرد. تالت حاجة من علامات الصحة إيه؟ هي قابلية الإنسان على التكيف، قابلية الإنسان على التكيف، يعرف يتكيف مع الجو الحار، يعرف يتكيف مع الجو البارد. إيه تاني من علامات الصحة؟ إن الجلد بيكون طبيعي وغير جاف، الجلد طبيعي وغير جاف، دي كلها علامات الصحة. ايه تاني من علامات الصحة؟ العينين، العينين صافيتين وبراقة ولا توجد فيها التهابات، دي كلها اسمها علامات الصحة.
علامات الصحة، وجود طاقة كافية للقيام بالنشاط اليومي، وقابلية الجسم على مقاومة الأمراض المعدية ونزلات البرد، قابلية الإنسان على التكيف، الجلد طبيعي وغير جاف، العينين صافيتين وبراقة ولا التهابات بها. مستويات الصحة، هل الصحة كلها زي بعضها؟ لو اتنين قاعدين جنب بعض هل الصحة بتاعتهم زي بعضها؟ لا، في كذا مستوى للصحة. أول مستوى هو الصحة المثالية. إيه الصحة المثالية؟ الصحة المثالية دي أعلى نوع من درجات الصحة. الصحة المثالية هي درجة التكامل المثالية والبدنية والعقلية إلى آخر هذه الدرجات. يبقى الصحة المثالية هي درجة التكامل المثالية والبدنية والعقلية والجسمانية وكل شيء. تاني نوع من أنواع مستويات الصحة هي الصحة الإيجابية، دي أقل شوية من الصحة المثالية. الصحة الإيجابية هي توافر طاقة صحية إيجابية تمكن الفرد من مواجهة المشاكل. الصحة الإيجابية هي توافر طاقة صحية إيجابية تمكن الفرد من مواجهة المشاكل. النوع الثالث من مستويات الصحة هي الصحة المتوسطة. هنا لا تتوافر طاقة إيجابية من الصحة، دي عكس رقم اتنين، لا تتوافر طاقة إيجابية من الصحة. ده المستوى الثالث للصحة. احنا قلنا صحة مثالية وصحة إيجابية وصحة متوسطة. ايه المستوى الرابع من مستويات الصحة؟ هي المرض الظاهر. المستوى الرابع هو المرض الظاهر. المريض يشكو من اعراض مرضية ظاهرة، اللي عنده انفلونزا بيعطس وبيكح، يبقى المرض الظاهر المريض يشكو من اعراض مرضية ظاهرة. رقم خمسة المرض الغير ظاهر. المريض هنا لا يشكو من اي اعراض مرضية ظاهرة، زي مثلا مرض ارتفاع الضغط، المريض مش بيشكو من اعراض بنكتشفه فجأة. ده كده مستويات الصحة الغير دلوقتي خمسة. في مستوى سادس وهو الاحتضار او الموت. هنا تسوء الحالة الصحية وتتوقف جميع العمليات الحيوية ثم الموت. دي اسمها ايه؟ مستويات الصحة. ست مستويات للصحة: الصحة المثالية والصحة الإيجابية والصحة المتوسطة والمرض الظاهر والمرض الغير ظاهر وأخيرا الموت أو الاحتضار. وهناك أثر للصحة على الفرد والأسرة والمجتمع. الصحة لازم بتأثر على الشخص نفسه وعلى الأسرة وعلى المجتمع. هنشوف العوامل اللي بتقرر مستويات الصحة، وده إن شاء الله في الجزء الثاني من هذا الفيديو.